السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اليوم طبينا على محل مال التحفيات بالقلعة، زين هاي كلش تحفيات حلوة ومرتبة بس يعني شوية غالية. هاي سيارات شغلات يعني سألنا على الأسعار، الأسعار شوية غالية يعني مو رخيصة والله، غالية فيها غل يعني. محابس، هاي قاعة القرآن، هذا دف، هاي نفس المزهريات الصيف، هاي السبح تجي أشكال وألوان. اشتهوا الرقي هاي طبعا تحفيات كلها عند هنا عملات هاي تحفيات جوا كلش حلوة بس ما نقدر نطبل لأن نقدر نحتفل جوا. هاي هيك أشياء بسيطة حلوة، هاي فوانيس قديمة. هاي لمبات صغيرة، هاي أكواب يعني اللي يحب، هاي شغلات بسيطة يعني. طبعا هاي طواقم الشعر كلش حلوة، احسكم بيها تصميم، شوف كلش حلوة. هاي مرايات اللي يحب يعني يستخدم المراية يفتحها ويخليها. أنا هاي الخيارات، هاي رسم، هاي من عشاق الرسم. أشياء كلش حلوة، أشياء غريبة عجيبة هنا، أشياء حلوة بس ما نقدر ندخل الداخل، بس شوفكم هالأشياء هنا. شطرين، هاي هناك خناجر مال باب الحارة، عندهم مخزن. كلش تحفيات بس غالية هواية حيل، أسعارها غالية هاي فوق. هذا المحل وهاي نهاية جولتنا ومع السلامة.